السلام عليكم. اليوم بتكلم بعد عن خدمة الاسينيبل. تلاحظون يمكن وايدين لاحظوا في الياماها الاي 5000 موجود هنا عندك كلمة الاسينيبل وحاط لك من الاي لغاية الاف. هاي كيف انت شو هاي معناته؟ انت هني الياماها تركت لك حرية الاختيار تضبط هذه الزراير على الاشياء اللي انت تباها. نفس طريقة الهيد لكن هني في خدمات خاصة تخص الستايل وتخص اشياء اللي هي الميكروفون اون اوف بهاي الامور. كيف يتم تضبيط هاي الزراير على حسب الخدمات اللي تباها؟ نفس الطريقة تضغط على سينبل تنتقل الى الصفحة هذه، بس هالمرة تي عند سينبل بوتون تشوف اي بي سي دي اي اف، كل وحدة منهم تضبطها على الخدمات اللي انتباهها. كيف تضبطها؟ تضغط على مثلا الاي، تضغط على الاي شوف هذا الكاتيجوري عندك صفحتين فقط، هذا الكاتيجوري اللي انت تبغى تختاره مثلا خدمة على طول تبغى تضبطها في حرف الاي. انزين انا مثلا بحط الستايل، الستايل شوف شو يفتح معاك الفانكشن، يعطيك كل الخدمات اللي في الستايل من الانترو من البريك من المين فاريشن من الانترو. انا مثلا الحين ابغى احط الزرار الاي اضبط على انترو رقم 3 في هذا الايقاع اللي مختارنه. نشوف معاكم الحين هذا الايقاع، زين شوف الانترو رقم 3 كيف، هذا الانترو رقم 3 الانترو شغال. نفس الطريقة هني بدل ما انت ترجع يعطيكني، هو سهل عليك انك انت تضبط الانترو هني في ازرار الاي. نشوفها معاكم احنا هذا الايقاع، شوف احنا نضبط على الانترو رقم 3 اضغط عليه شوف على طول يطلع لك في الشاشة هني انترو 3، شوف شوف انترو 3 شوف نفس الطريقة شوف. يعني بالطريقة هاي الياما عملت شيء حلو جميل جدا، ان هي سهلت عليك بدل ما تستخدم الانترو هني مثلا وتتلخبط او اي شيء، تقدر انك انت تضبط هاي الزراير بالخدمات اللي تتباها. نروح مثلا مرة ثانية بضبط البي مثلا اسينبل، تي عند حرف البي تضغط عليه يطلع لك الكاتيجوري. مثلا ابغي بعد مرة ثانية مثلا الفويس، الفويس هاي الخدمات اللي تطلع لك في الفويس اللي عاطنك اياها، تبغى السستين على طول يعني بدون ما ترجع للسستين هني على طول هني تختار السستين. شوف بختار السستين في البي الحين الصوت مثلا شو بعطيه سستين، شوف سستين شوف سستين، مجرد ما تضغط عليه مرة ثانية يعطيك سستين اوف. يعني تروم تختار هاي الخدمات وتضبطها بالطريقة اللي قلت لك عنها، تضبط من الاي ليه للاف بكل الخدمات اللي انت تباها وتحتاج لها دايركت من غير الرجوع الى المنيو وتختار هاي الاشياء. اعتقد وصلت الفكرة، شكرا.